وهنتفرج عليه دلوقتي. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب بلانشة تانية عشان اشتغل في شوربة البصل الفرنسية مع بعض. يا نعم، شوربة البصل الفرنسية مقاديرها على الشاشة. بصل، جبنة موزاريلا، توست او شرايح من الخبز ايا كان. ما لقيتيش توست هتجيبي خبز فينو، حسب الرغبة هقولك ازاي تعمليها من المطبخ الفرنسي، وهتعمليها احسن واجمل واطعم من الفرنسويين. مش علشان حاجة والله العظيم، ومش عشان نجامل. رقم واحد البصل بتاعنا، البصل المصري من خير ارضنا، مفيش منافس له، دي رقم واحد. رقم اتنين، الشيف اللي هيعملها لف العالم كله وهيعمل لك شوربة البصل كأنك رحت على باريس وشفت برج ايفل وشربت شوربة البصل دي هناك، خلي بالك. ولكن الفرق بيننا وبينهم طبيعي ان في اي مطعم بيعمل شو، بيجيب العجينة اللي هي عبارة عن دي، رشة ملح، معلقة سكر، مية دافية من غير خميرة، تتعجن العجينة ونعملها زي خبزة كده مدورة، وسيبها مرحلة تخمير طويلة مع بيكنج باودر عشان تنفش، وتتحط تخمير لمدة ساعتين ثلاثة، قولي وقتك زي ما انت عايز، وتخش الفرن تستوي. وبعد ما بتستوي كويس بنسيبها لما تبرد ونقطعها من فوق كده ونفرغ القلب بتاعها ونغرف فيها الشوربة. يعني من الآخر بتبقى بولة شوربة. هي شكلها والبرزنتيشن والشكل حلو، والفرنسيين بيحبوا يقدموها كده وبياكلوا الخبزة بعد ما بتاكل الشوربة. ولكن انت ممكن تقدميها في بايركس، في بولة شوربة عادية يسمح دخولها في الفرن عادي. عايزة تعملي العجينة دي بتاخد وقت شوية وعايزة فرن تخمير ساعتين ثلاثة وغلبة. إيه رأيك؟ نعملها كده ولا كده؟ في مرة من المرات ومن حلقة من الحلقات إن شاء الله هنعمل لكم الخبزة الفرنسية اللي بتتغرف فيها الشوربة، عيش عادي اللي بتخبزيه في الفرن، ولكن يتخمر مرحلة تخمير عالية جدا ساعتين، وبعدين بنخبزها في قلب الفرن ونطحها من فوق أو نقطشها بالسكينة، وفي الآخر نفرغها اللبابة اللي جوه ونحط الشوربة فيها. يا نعم، ناخد فاصل؟ يلا بينا. بس قبل الفاصل، ربنا وعدكم بزيارة النبي إن شاء الله، قولوا أمين. خلينا نبص على السجق إزاي تحافظ عليه وعلى شخصيته وعلى قوامه بالتقطيع للشيف المغازي. قطعها بالتركية الحلوة دي يا عم زيكو. قلبيه دلوقتي بقلب جامد، انسي. تحط معاه بطاطس، تحط معاه قلقاس، تحط معاه خضار. هو خد الشخصية. ليه يا عم الشيف؟ لأن حطيت عليه شقشاء مية بيغلي وغطيته، فهنا حتة اللحمة والسجق خد شكله الطبيعي. بصينا عليك اهو، ده اهو اهو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بظبط النار بتاعتي لان عايز اعمل شوربه البصل، للامانه طعمها لما نعزم ضيوفنا وخاصه اللي هم غاويين سفر بقى، يقول لك والله سافرت البلد الفلانيه شربت شوربه بصل حكايه. تعالوا مع بعض نعمل شوربه البصل بطريقه بسيطه وسهله. بصل احمر او ابيض، يفضل الابيض لو موجود، لو الاحمر مش هيقول لا. ومعانا خبز فينو او توست عادي، وجبنه موزاريلا، وفص بين التوم، وخلي بلسمك، ودبس رمان، وخلص الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. نبدا نشتغل في الشوربه لان هي عايزه شويه شغل مع بعض. نبدا الاول، اول حاجه تقطيع البصل شرايح. البصل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. شوربه البصل من المطبخ الفرنسي. هناخد البصل يتقطع بالشكل ده كده شرايح رفيعة جدا، وهعلمك ازاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. الشوربة دي انا بحبها جدا على فكرة، في الشتاء بالذات زيها زي شوربة العدس، وتفوق شوربة العدس كمان اهو. والله اضافة الجبنة الموزاريلا او الشيدر اختياري، بس لازم يا موزاريلا يا شيدر. قطعنا البصل بالشكل ده كده، معايا طاسة شديدة الحرارة على النار. هاخد البصل ده يا عم الشيف بشياكة، الله، وحطه في البولة دي بالشكل ده كده. ركزي بقى عشان التركية اللي جاية دي زي الفل. وعندي دقيق، بناخد معلقة من الدقيق بالشكل ده كده كمان شوية. حلو، وخلص الكلام. ونحط عليهم فص ثوم، الله، معايا روزماري. سهله خالص، واعمليها بطريقتي، اسمعي كلامي بس عشان اللي بيخترعوا كتير. المطبخ فيه اكلات ما ينفعش ان احنا نقلف فيها، لازم تاخد الطعم زي ما انا شغال. ده روزماري
بحطه هنا كده. معايا طاسة بتتحمر على النار أو بتسخن جامد، هنقلب الخليط الحلو ده كده، البصل مع الروزماري مع الدقيق من غير أي توابل بالشكل ده كده. شفت البصل اتغير لونه ازاي؟ وهعمل ايه يا عم الشيف؟ هجيب زبدة واجيب شوية زيت، تاخد البصل بتاعنا على النار الشديدة الحلوة دي كده، نخلي ده هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط هنا ده كده معلقتين من الزيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بصلاية شقية، معلقة دقيق، شوية حب، عود روزماري. الله على اللون الجمال. بتستنى على البصلاية تاخد لون شوية، تتحمر شوية، ده الطبيعي اهو، كأنك بتعملي رز صيادية. أقول لك على تركية حلوة هتدعي لي، صلى على الحبيب قلبك يطيب. هتعملي إيه؟ أنت عارفة قشر البصل الأحمر؟ طبعًا الفرنساويين مش بتوع الكلام ده، هم عايزين الحاجة السهلة. البصل بتاعنا هتاخدي قشر البصل الأحمر ده يتغسل، وبعد ما يتغسل صفيه كويس من المية، وهاتيه حمريه في معلقة زيت ومعلقة زبدة، وخليه يتحمر شوية وحط عليه مية، هيديكي لون جميل جدا. لو اجتمعت الدنيا كلها مش هتلاقي اللون ده غير في الوصفة اللي بقولها دي. مية البصل أو قشر البصل دي هتستخدميها في حاجات كتير قوي، بداية من رز الصيادية لغاية لما تعملي شوربة البصل الفرنسية اللي على النار. حلو الكلام؟ للأمانة اللون ده أنا حاطط معلقة معجون طماطم، ونحط دبس الرمان. الله، نحط شوية الملح، دي بريئة من الكمون، بريئة من الكزبرة. هنحط فلفل اسود، هنحط شوية بابريكا، نحط شوية زعتر، عند مية بتغلى على النار ننزل بقى كده. اللهم صل على النبي. زلزال، خلصت الشرب زي ما هي بقوامها ده كده. شفت الصورة الحلوة؟ الله. بعد الغلوة دي بعمل ايه يا عم الشيف؟ بخليها على النار كده. خلي بالك انا حاطط دقيق على البصل، فهنا هيدينا القوام اللي احنا شايفينه ده كده. نخليها تاخد غلوة، تعالي والبصلة بتستوي والشوربة بتستوي على النار، نشوف مقادير الرز اللي بيسموه في المطبخ المصري او المطبخ الريف المصري او الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره، حبه وحبه، بيتعمل ازاي يا شيف مغازي، مع ان انا هجتهد للامانه واعمله زي كل الامهات وزي كل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بصلايه شقيه، معلقه دقيق، شويه حب، عود روزماري. الله على اللون الجمال. بتستنى على البصلايه تاخد لون شويه، تتحمر شوية، ده الطبيعي اهو، كأنك بتعملي رز صيادية. أقول لك على تركية حلوة هتدعي لي، صلى على الحبيب قلبك يطيب. هتعملي إيه؟ أنت عارفة قشر البصل الأحمر؟ طبعًا الفرنساويين مش بتوع الكلام ده، هم عايزين الحاجة السهلة. البصل بتاعنا هتاخدي قشر البصل الأحمر ده يتغسل، وبعد ما يتغسل صفيه كويس من المية، وهاتيه حمريه في معلقة زيت ومعلقة زبدة، وخليه يتحمر شوية وحط عليه مية، هيديكي لون جميل جدا. لو اجتمعت الدنيا كلها مش هتلاقي اللون ده غير في الوصفة اللي بقولها دي. مية البصل أو قشر البصل دي هتستخدميها في حاجات كتير قوي، بداية من رز الصيادية لغاية لما تعملي شوربة البصل الفرنسية اللي على النار. حلو الكلام؟ للأمانة اللون ده أنا حاطط معلقة معجون طماطم، ونحط دبس الرمان. الله، نحط شوية الملح، دي بريئة من الكمون، بريئة من الكزبرة. هنحط فلفل اسود، هنحط شوية بابريكا، نحط شوية زعتر، عند مية بتغلى على النار ننزل بقى كده. اللهم صل على النبي. زلزال، خلصت الشرب
زي ما هي بقوامها ده كده. شفت الصورة الحلوة؟ الله. بعد الغلوة دي بعمل ايه يا عم الشيف؟ بخليها على النار كده. خلي بالك انا حاطط دقيق على البصل، فهنا هيدينا القوام اللي احنا شايفينه ده كده. نخليها تاخد غلوة. تعالي والبصلة بتستوي والشوربة بتستوي على النار، نشوف مقادير الرز اللي بيسموه في المطبخ المصري او المطبخ الريف المصري او الصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة، حبة وحبة. بيتعمل ازاي يا شيف مغازي؟ مع ان انا هجتهد للأمانة واعمله زي كل الامهات وزي كل الشوربة جاهزة عشان عايز النار. ايه الاخبار؟ بص لي بقى على قوام الشوربة كده وادعي لي. هو ده اهو، شفت الشوربة؟ اهو ده شوربة البصل يا حلاوة. الف هنا وشفا. دي بس عايزة الخبزة او العيش اللي تتقدم فيها، وده يعني يعتبر شكل برزنتيشن حسب الرغبة اذا انتوا عايزينه. هناخد العيش الحلو ده كده، ده عيش فينو بصراحة. يفضل ايه يا شيفي؟ ممكن البعض بيحط توست، البعض بيحط عيش فينو، البعض بيحط مكعبات من الخبز بالشكل ده كده، وده اختياري. سكينة منشار، اي مخبوزات لازم تقطعها بسكينة مشرشرة او منشار. بس لو اقول منشار تروح تقولي لي المنشار بتاع النجار، انا لما اقول سكينة مشرشرة حلوة يعني مهضومة. اقطعها كده. هناخد الخبز ده يا عم الشيف نحط على وش الشوربة، مخلوط بزعتر وجبنة موزاريلا. لف بقى مطاعم العالم، لف أي مطبخ في الدنيا، مش هتلاقي شوربة البصل الفرنسية دي بنفس المدرسة دي والسهولة دي والبساطة دي. كفاية خبز كده، كفاية. هناخد العيش ده كده زي ما هو كده. شوف أنا هعمل إيه دلوقتي. معانا رشة زعتر حلوة. الله على العيش. فص توم حلو. شفت بقى الشيف لما بيجود على العيش؟ زي ما انا شغال كده، هو ده الحاجات الحلوه اللي بعملها دي كده. معلقه دبس رمان حلوه على العيش اهي. شفت الجو؟ هو ده. كده كده طعم. ونقلبهم. يلا بينا. يلا بينا. نعم يا غالي ينفع. بيقول لي ينفع بدل العيش نحط توست؟ ينفع. مفيش حاجة مع الشيف المغازي ما تنفعش. الله، شفت الحلاوة دي؟ ايه البهريز ده كده؟ حلو. معانا موزاريلا. درجة حرارة الفرن كام؟ 180. يلا بينا ندخلها الفرن. لف العالم كله بقى وجيبي لي شوربة زي دي. يا اخبار الطاجن؟ مطلوب من الفرن هنا يسيح لك الجبنه بس وتتقدم بالشكل ده كده. بألف هنا وشفا. الله، شوربة البصل الفرنسية بتتكلم مصري.